أنا دكتورة ريما حسني الخفش، أخصائية نساء وتوليد. المستشفيات الحكومية غير مجهزة نهائيا لاستقبال أي مغتصبة، مفيش بروتوكول، مفيش نظام معين لكيفية التعامل مع المغتصبات. نفس الأطباء لو سألتهم لو جات لك مغتصبة هتعالجها من إيه؟ ما بيعرفوش. أظن إن المستشفيات الحكومية والمنظمات النسوية مفروض عليها أن تنشر وعي إن المغتصبات يحتاجوا لعلاج مثلا وقائي من كافة الأمراض اللي تنقل بالجنس. محدش بيقول أي حاجة عن الحكاية دي، وكأنه مفيش أمراض تنقل بالجنس، بينما يوميا بشوف ناس عندهم أمراض تنقل بالجنس، مثلا الزهري، السيلان، التريكومناس فاجينالس، معرفش اسمها بالعربي، الكلاميديا، الكوندايلوما اكيوميلاتا، كل دي يعني بعض من الامراض التي تنقل بالجنس. يعني سكوت كامل، كانه يعني اللي حصل مش فعل جنسي. اول حاجه لازم تعمل نظام للعلاج. كل عيانه هتخش مغتصبه، يعني اول مغتصبه في اي من اي طريقه ما، لازم هي تاخد ادويه وقائيه الأمراض اللي تنقل بالجنس، مطهرات مهبلية عشان لو كان في أي جروح أو أي حاجة، لازم يكون في مسكنات، حيث إنه محدش يتصور إنه الموضوع مؤلم. خلال 72 ساعة الأولى يجب أن تاخد أدوية وقائية ضد الإيدز. في مصر ما فيش أدوية وقائية للإيدز خالص ولا يعرفوها. لازم قبل ما الست نديها أدوية وقائية نحلل، حيث إنه الإيدز موجود، احتمال يكون عندها ايدز هي من الاول. لازم تاخد وقايه من الحمل، والحبوب منع الحمل اللي هي خاصه بما بعد الجماع لازم تكون متوفره وبكثره ولكل المريضات، بحيث انه مش ممكن تجي لي عيانه واكتب لها دواء مش موجود في حته. يجب منع الحمل اذا جت الثلاث ايام الاولى، يجب منع الحمل، بنحط لولب لو جت خلال 5 ايام. ده مصيبه اجتماعيه كبرى بتصيب النساء، يجب حمايتهم بشكل شديد منها وواضح. لو هطلب اقل حاجه يبقى على الاقل يكون في مانع للحمل، ودي سهله لانه ده سهل وتنفيذه مش عايز قرارات. كل عيادات النساء التي قد تتعامل مع مغتصبات انه يكون عندها حبوب منع حمل ما بعد الجماع. غير كده لازم نبقى عارفين ان الاغتصاب وسيله من وسائل نقل التهاب الكبد الوبائي. لازم نطالب ان المستشفيات الحكوميه تكشف بجديه على المغتصبات. بيسالوا عيانه انت مغتصبه؟ روحي للطب الشرعي. يلا ما استحلقناها، هي خلصنا من عيانه. انما هم يفكروا انه ياخدوا صواب، طب ليه الطب نفسه؟ ما في يعني ما فيش هذا النوع من التفكير. لو واحدة مغتصبة وعايزة تثبت الاغتصاب دي حالة، وفي واحدة مغتصبة مش عايزة تثبت الاغتصاب عايزة تتعالج. لو العينة مش عايزة تثبت الاغتصاب ده حقها، وطبعا لازم كمان نفهم انه من حق الستات او المغتصبين انه اذا مش عايزين يبلغوا محرين. ساعتها لو قلنا هيبلغوا يبقى لازم حد على الأقل يصور المغتصبة في لحظة قدومها للعيادة، يصور الجروح والخدوش والكدمات الموجودة فيها ويثبتها، حالة هدومها تتثبت، وإذا كان في سواب تتاخد، مسحة تتاخد من المهبل. كل ده مش موجود.